العيد هو من كلمة عادة، فيش إشي اسمه عيد، لكن في الحقيقة هي التفسير الديني اللي عليها إنه الإنسان هذا اليوم له رمز معين، مش بس عندنا، عند كل الطوائف، عند إخواننا اليهود عندهم يوم الكبور، هذا أهم يوم يبطل كل شيء عندهم لما يوم الكبور يوم الصيام. عند إخواننا الإسلام إحنا وياهم عيد الأضحى المبارك مشترك. ليش مشترك؟ قسم كبير بيقول ليش العيد بيرجع كل سنة 10-11 يوم لورا؟ قسم بيقول ليش إحنا مشترك مع إخواننا الإسلام السنيين؟ طب ما إحنا فصلنا عنهم. عيد الأضحى بيجي على حسب الأشهر القمرية. رئيسة نادي الصديقات شفيقة قدور، شو هاي المناسبة اليوم؟ اليوم هاي المناسبة عملتها، صلوا النادي 14 سنة شغال، من دورات، من تيوليم، من محاضرات، من كل إشي. اليوم بمناسبة كل سنة بعمل أنا معايدة في النادي تبعي. اليوم عزمنا وأفضل علينا الأخ فاضل نصر الدين في 50 وجبة عشاء، واضطرنا أنه نجي لعنده، ودعيت مشايخ الخلوات الإمامية ومنهم عمي أبو حسين علي نصر الدين، أبو عنام فاضل منصور اعتذر أنه تأخر بيقدرش يوصل، وصافي جمال، وعمي أبو يوسف اللي هن في الأمسية هذول، أبو خليفة مدير المركز معنا، ودعيت البنات وجينا على وجبة العشاء. أمسية قيمة، أمسية حلوة كثير كثير، وأنا بتشكر أخ فاضل نصر الدين على الطرمال القوية اللي قام فيها، أنا قدرته وأكرمته كمان. وأنا عملت وقفة استنكار للعنف وللقتل وللحرق ولكل شيء بدور، للتؤنات، للحوادث اللي عم بتصير من قلة التوعية في البيوت، في حوادث كثير، حرق دور أو حرق محلات، هذا نحن دروز مش لازم يكون عندنا منع باتا، ونحن بنستنكر القتل، مشكلة إرهام وحكيم اللي صارت، يعني استعملنا وقفة، نحن وقفة استنكار مع المشايخ مع الكل على العنف هذا اللي موجود في دلة الكرمل، ومنتشكر صاحب المحل اللي هو أعطانا ونحن معاه ومقله إلى الأمام، نتشكر كل واحد بيجي وبيشاركنا وبيتروم وبساعد لإلنا. نحن جمعة اللي مرقت كنا في بيت اليتيم كمان، أكرمناهم وأكرمونا، وإن شاء الله بتضل فعالياتنا كثيرة ومستمرين فيها. وشكرا لكم لكل الأطريم اللي مشاركيني، وأنا مقدرتكم كمان كل الوقت. شكرا أمله إلك. طبعا وجه العيد يعني في فعاليات بدكم تقوموا فيها بعد؟ فعاليات معلوم زي ما عيدنا على بيت اليتيم مع اولادنا في حرفيش، لسه من حقنا هذا الشهر نشتغل على الاعياد على الاولاد في دلة الكرمل، كل عيله وكل شيء، كل اللي بحاجه له وكل واحد محتاج بنمرق عليه وبنشوف شو طلباته. قد ايه عدد الاعضاء عندك في النادي؟ عندي انا عندي حوالي 50-55، اما انا جمعيتي حوالي 300 انسه، انا معدون خفيرات، عدا انه معدون خفيرات اسا صار معدون نساء كبير، انا بشتغل لحد 300 وحده معنا، 300 انسه بتكون يعني كل 50 اسا مثلا 50 يعني. لا اسا 50 مثلا عزمت 10 بقدر اجيب 300. الباز اللي طلعته على حرفيش كانوا 50 جداد، الباز اللي طلع على الهضبه كمان 50 جداد، اسا بشتغل على كل عائلات البلد، انا اصحاب انا وكل بيت ببيت وكل الصبايا كلمه وحده ويد وحده. وانا كمان طلبت اذا نحن منقدرش نقوم في مثلا في من ناحيه ماديه، بنقدر نروح كل وحده تقعد عند طلبتها من النادي، كل وحده تقعد عند ختياره لو انه نص ساعه وجهها العيد تشوف طلباتها تشوف شو ملتزماتها، كمان لها ثواب وبتنال عند الله حسنه لها. يعطيك العافيه. الله يعافيك وشكرا كثير كثير كثير. كل سنه بيجي في 10 ذي الحجه، في أشهر قمرية، شعبان، رمضان، جمادة، ربيع، الحجة، القعدة، هذول أشهر 12 شهر. صاحب مطعم الرازي فاضل نصر الدين، أنت اليوم قدمت وجبات لعضوات نادي الصديقات، كيف شو بتحب تقولنا؟ أول شيء مساء الخير، نادي الصديقات بإدارة الأخت شفيقة قدور عمل تطوعي على مدار 14 سنة على نطاق محلي وعلى نطاق طائفي، هذا عمل ما بيثمنش في مال، وأنا بعد مدة 25 سنة من الأمل الحمد لله الله سبحانه وتعالى أنعم علينا وفتحنا مطعم أنا والمرأة والأولاد بمساعدة أهلي بمساعدة إخوتي، وأنا شفت من الواجب أني أقدم هاي الوقعة للأخت شفيقة قدور ولنادي الصديقات اللي هني بيستاهلوا هذا التكريم،
وانا بتامل انه نكون عند حسن ظنهم والعمل المليح بدوش مشوره، والله يقدرنا على قديش بنقدر نعمل من اجل مجتمعنا، من اجل اصلاح هذا المجتمع الطيب، هذا البلد الطيب. وانا بتامل انه ان شاء الله في ليالي المباركه ونحن قريبين على عيد الاضحى المبارك ينعاد على الجميع بالف خير، واهلا وسهلا فيكم. شو الماكولات اللي بتقدموا لهم اياها هاي الامسيه؟ في هاي الامسيه نحن قررنا نقدم مشاوي دجاج، طبعا الرز اللي هو الاكل المشهور عندنا في المنطقه، السمك في التنور مع رطفي من المنهيم، والعديد من السلايط والاشياء اللي هي طيبه وشهيه. وانا بتامل كمان انه نضلنا على هذا الاستمرار من ناحيه مستوى ومن ناحيه ذوق ومن ناحيه طعم، وفيش شيء بيتعالى طبعا على الانسانيه والاخلاق في نطاق الشخصي اولا، بعدين اخراجه للمجتمع العام ولكل ضيف بيستضيف هذا البلد والمطعم الرازي خاصه. عدد ايام الاشهر هذول في السنه 356 يوم، 355 356، عدد ايام السنه الميلاديه 365. لذلك العيد كل سنه بقدم 10 او 11 يوم بيرجع لورا. كل 33 34 سنه العيد بدور دائره، هذا اليوم بيرجع بعد 34 سنه. ان شاء الله بتكونوا كلكم عايشين وتشوفوا ايش نجف هذا السنه. عند اخواننا اليهود كل 4 سنين بيعملوا اضارين من ناحيه حسابيه، وبخلوا الاعياد تبعهم عيد الفصح بخلوه في شهر 3 او 4، اللي ظل لانه في التوراه عندهم العيد فيش شيء اسمه عيد. الاعياد عندهم موسميه، موسم لسه موسم الربيع وموسم الزرع. ايش الاعياد اللي في موسم الربيع؟ ما عدا عيد الاستقلال. الاعياد الثانيه عيد العرش والكبور وراس السنه بيجوا في الخريف لضب الحصاد، كمان هذا من ناحيه موسميه عند الاخوان. اما العيد عندهم قلنا الكبور عند اخواننا الاسلام، عند اليهود بيعملوا كل 3 سنين والرابعه بيعملوا اضارين، فهي الحاله بضلوا محافظين على الوقت اللي هو للاعياد، عندنا بقدم كل سنه 10 ايام، اللي بيضل انه العيد السنه بده يجي عندنا في 26 الشهر يوم جمعه. في المفكرات مكتوب يوم الخميس 25، اما اقوى يكون انه يكون يوم الجمعه، ببين في اول العشر وانت بدي شهر ذو الحجه. هسه الاهم من هذا هو القربان. شو معنى القربان؟ عند اخواننا اليهود كل واحد بيعمل دجاجه بيروحوا يوم الكبور، وكان طلعت الذنوب من الانسان عند الراب، وفي الحاله صفى الحساب تبعه، صفحه بيضاء. عند اخواننا السنيه بيذبحوا خرفان وبيبعثوا على الحكي يقال مئات الالاف في السنه، بيبعثوها في بيت مكه وغيرها في سفن وفي الطيارات على الدول اللي فيها جوع للجماعه الفقراء. اللي ذبح خروف او دفع حق خروف 1000 شيكل على نية الخير وبده يطعميه له حسنات وحسب كل واحد يقوله. اجى عندنا نحن قلت له امبارح، قلت له نحن بناكل الخروف وبناكل الدجاج. كان في يهود يعني كان موجود. اما تقول له فيش احنا القربان تبعنا اهم من القربان تبعكم، اصعب منكم يا عم. القربان تبعنا نحن حسب العقيده تبعنا انه الانسان لازم يضحي بشهوات النفس وملذات الحياه. صبايا معلش نقولها بعد فترات، نحن في ايام الصيف اللي الدنيا حم، طب انا لابس بدله لابس اواعي في وزن تبع 4 5 كيلو، والمعلم قاعد حدي الاستاذ في المدرسه لابس قميصكم قصير يمكن بتروش كله نص كيلو عليه، اهون اني اكون زيكم انا، لكن انا ملتزم اني اكون هيك. جيبها تمثيل للموضوع، هل انا بقدر في هاي الاواعي حتى لو بدي بالخفيه روح على السينما، روح على معدون، روح على البحر؟ لا يا عم، ما حد عادي بيقدر يروح. حب في التزام، ممكن انه في بعض اشياء كثيره من الملذات ومن الاكل ومن الشرب وكذا وكذا الواحد يدرسي بده يضحي فيها، هاي التضحيه تبعنا. لسه نحن هاي التضحيه انا حسب رايي مش صعبه كثير قد ما انه الانسان يمتنع بالقيام عن اعمال اللي هي بتلاقي الناس. لسه اجوا ليالي العشر. ليالي العشر مش بس عندنا 10 ليالي. عند اخواننا السنيه في بيت مكه عندهم 10 ايام اللي كل يوم فيه فريضه. في منى وفي رمي الحجار والجمار وفي بير زمزم وفي كذا، وكل يوم عندهم فريضه اللي يقوموا فيها. عند اخواننا اليهود اللي مش عارف يعرف عندهم ايام عشر. وانت ايام العشر؟ اول يوم بيجي فيه راس السنه، مش بيجي عيد راس السنه يومين؟ اول يوم في عيد راس السنه
ليوم الكبور 10 ايام، هذا كبوع. بين يوم الكبور وبين عيد راس السنه اول يوم 10 ايام. هذول في التوراه مكتوبين عسيره يميها تشوفها. رجوع الى الله سبحانه وتعالى. تنتلي الكنائس عندهم، وكثير قسم من الناس اللي هن بيرجعوا وبيتوبوا وبيكونوا بيدين. احنا عندنا في ليالي العشر ليالي مباركه، ليالي فضيله، لها معنى. بتنتلي الخلوات. انا بطلب من الكل اللي موجودين هون يجوا على الخلوات في ليالي العشر، يسمعوا كلام الخير، يسمعوا الوعظ، يسمعوا الشعار. ما في انسان قال لا تهدي من احببت، ان الله يهدي من يشاء. على فرحة كلمة من يشاء، مش الله سبحانه وتعالى لسه بده يدق واحد ويدشر الثاني، لا، يهدي من يشاء. العبد لازم في الأول يشاء، إحنا لازم نشاء، هو بيوفق وبيهدينا. قال يا بني عليك في السعي وعلي في التوفيق. لذلك إحنا لما بنيجي على الخلوة وبنسمع ليالي العشر وبنسمع كلام الخير والوعظ، في الشك على إنه هذا لابد إلا يعطينا رونق، اللي هو الإنسان يعرف إنه فيه له مرجعية وبين العبادة الله سبحانه وتعالى. وليالي العشر إنه الرمز بصورة خاصة، يوم الوقفة ويوم العيد، ويوم العيد اللي هي بقية الطوائف كمان بتآمن إنه في يوم الدين، ويوم يوم العيد هو يوم القيامة بده يكون حسب العقيدة تبعنا. اللي الإنسان في هاي الأيام بصورة خاصة ليالي العشر يحاول قديش ممكن يبتعد عن أشياء اللي هي محرمة. أول شيء بشكر الأخت شفيقة على النهضة النسائية اللي عم تقوم فيها هون المبادرات، لأنه المرأة هي نصف المجتمع، وراء كل عظيم امرأة. المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها. إلكم مكان كبير في المجتمع إذا كنتوا تتصرفوا بالأشياء اللي فضل فيها الشيخ أبو علي حسين. إيه حتى ما نقدر لهم نحن شوي شوي حتى طورش اكثر من لا هذا حق يقال مش انا اكثر ثاني النهضه النسائيه الموجوده في الداري انا كثير بعتز فيها وبفتخر فيها وعلى وقت كنا عندنا في اسفيا مع الاسف انا بادرت لعده مبادرات فيش هاي النهضه الموجوده والسماع والاصغاء والارشاد وال يعني الفضل كبير للأخت شفيقة ولكل القائمين في هذا المكان. إيه على السلوكيات وعلى الأخلاق أنا القدر بعثني على أفريقيا. المعطيات للأسف أخت شفيقة بتدل على إنه الموضوع هذا آخذ بالتزايد، وللأسف كمان وصل لمحلاتنا ولديارنا ولبلدنا ولقرانا بشكل قوي جدا. ومؤسف جدا ما حدث مؤخرا مع صبية إيهام قدور، ومؤسف جدا ما يحدث الآن في عسفيا من قضية تفجير وقضية رمي قنابل واعتداءات على محلات وإلى آخره، مؤسف جدا جدا. وفي نهاية الأمر نحن لازم نأخذ بعين الاعتبار نقطتين أساسيات في المجتمع تبعنا. نحن كمكتب خدمات اجتماعية عم نقوم اليوم في دورات إرشاد للأهالي، وبتأمل إنه كل أم وكل أب في دارة الكرمة اللي حاول الاشتراك في دورات هاي من خلال المدارس، مش بس من خلال المدارس، كمان من خلال كل الأطر الاجتماعية إن كان نوادي وإن كان مؤسسات، في دورات إرشاد للأهالي على يد أخصائيين مرشدين اللي اختصاصهم إرشاد بهذا المجال، وبتأمل إنه قدر الإمكان الأهالي يشاركوا في هذا الموضوع. والشغله الثانيه اللي بدي اقولها انه وحده من الاسس لمنع قضيه العنف في دارة الكرمل انه كل واحد منا اليوم يلتزم في الاهتمام في بيته. وانا بدي اقول لكم بهي الشغله كثير شغلات على اساس انه في نهايه الامر يحدث كثير من الحالات انه نحن شوي ما تاخذونيش يعني جميعا انه شوي نتشاطر على بعض. نقعد وكل واحد منا بيهدي على الثاني، نقعد وكل واحد منا بيعطي قدر الامكان انه انا عارف وانت مش عارف، واسمع وليش هذا عم يعمل هيك، وليش ابن فلان عمل هيك، وليش بنت فلان عملت هيك والى اخره. في نفس الوقت اللي في كل بيت من بيوتنا عم بيصير في مشاكل، مش عم ننتبه شو عم يحدث داخل البيت ومنتشاطر على الناس
نتشاطر على اخوتنا وعلى اصدقائنا وجيراننا وعلى كل الاشخاص اللي بنقعد معهم، وبنحاول قديش ممكن نلقنهم ونهديهم، وفي نهايه الامر المشاكل عم تحدث في بيوتنا. نحن مش محجبين عن المشاكل، كل بيت ممكن انه يصير فيه مشكله، ممكن تكون صغيره ممكن تكون كبيره. الشطاره هي انه كل واحد منا كاب وكام وكاخ كبير وكانسان قائم بحد ذاته، مش منقذ جيله، قديش قدرته انه يقعد يفكر ينتبه وياخذ بعين الاعتبار انه عنده مشكله في البيت ويجاري المشكله ويحاول انه يحلها، مش يطلع لبرا ويتشطر على غيره. يعني تاخذونيش امراض، انا بسمع اشخاص قاعدين في محلات في مجتمع معين في مناسبة معين وعم بيعطوا محاضرات وعم بيعطوا بعض كلام وبعض نصائح في الوقت اللي عندهم كمان هم مشاكل. كفى مع هذا الأسلوب. أنا بعتقد إنه من الواجب تبعنا إنه نحن قدر الإمكان نهتم في بيوتنا، نهتم في أنفسنا، نهذب حالنا، نعرف إنه داخل بيتنا داخل أنفسنا مع أولادنا نحن قادرين إنه نسيطر على الموقف، وفي نهاية الأمر النتيجة بتكون حسنة وجيدة، بل جيدة جدا. حتى قضية إنه نحن نحضر مجتمع زي هذا ويجي شيخ فاضل زي العم أبو حسين والعم أبو صافي وإلى آخره يعطوا محاضرات من هذا النوع، هذا إشي محبذ جدا جدا جدا، حبذا لو يحضر كل أسبوع. العم أبو حسين فاضل في هذا الموضوع، مفضل على البلد على المجتمع تبعه، أنا أقدر هذا بشكل كبير جدا جدا. وهي المناسبة هي مناسبة كثير منيحة أن نقول له مبروك على الشهادة اللي حصلها وعلى التميز اللي حصله من رئيس دولة إسرائيل كمتطوع، والشيخ محسين اللي بيستحق هاي الجائزة بشكل كبير جدا جدا وكل الاحترام. انت استاذ لنا ومعلم، ونحن نحتذي بتعليمك ونحتذي بكل ما تقوله. شفيقه يعطيك العافيه، كل الاحترام لك، ان شاء الله دائما نلتقي في مناسبات منيحه وكل عام بخير. كثر الامثال كمان عم بعمل عم بعمل تصلي وعطاء بعض على خير كان بده يجي عم بعنان كمان عطاء.